صباح الخير لفلسطين، صباح الخير للقدس، صباح حيفا ويافا وعكا. هذه هي فلسطين التي نحب والتي نريد. بالتأكيد رسالة حركة فتح هي رسالة العهد والوفاء للشهداء، هي رسالة عمر أبو ليلى، رسالة آيات الأخرس، رسالة الكرمي، ورسالتنا رسالة وفاء لأسرانا في سجون الاحتلال، لمروان البرغوثي وكريم يونس وفؤاد الشوبكي وخالد جرار وسامر العربيد وكل أبناء الثورة الفلسطينية